فطرتش يا سليمان؟ ايه مراد بيك؟ ايه ليش قاعد؟ مشان نوصل سهيل بيك. حلو، صباح الخير. صباح النور. صباح الخير سليمان. صباح النور يا بيك. إيلين ما أنا هون؟ لا راحت. لوين؟ ما بعرف، فاقت الصبح بكير وطلعت من البيت، الخدم قالوا لي. ما حبت تضل بالبيت وانت مو فيه، ويمكن الوداع صعب عليها كتير. يمكن. معناتها رح ودعك إلك مراد. ماشي، ما في لزوم. اقعد. بخاطرك مراد، انتبه على حالك واسمع منيح كلام الدكتور وخذ أدويتك بوقتها. ماشي مراد؟ يلا بشوف وشك بخير أخي. بخاطرك يا سليمان، رح استفيد لك. وأنا رح استفيد لك سهيل بيك. رح أوصلك على المطار. لا بروح لحالي، ما في داعي. بس أنت ابقى روح جيب السيارة من المطار. لك الله ياخذني، الله ياخذني. دعي له الله ييسر له. كنت رايح بدون ما تودعني؟ لأني ما بحب الوداع أبدا، أصلا ما له معنى بنوب. القدر ممكن يطالع بطريقك شخص ودعتيه وما توقعتي ترجعي تشوفي، أو شخص فكرتي حيضل جنبك دائما وبلحظة تفرقته، وممكن أنك تخسري طول العمر. يا ترى شو اللي مخبي القدر لقلنا؟ ما بعرف. غمض عيونك. نعم غمض عيونك.
كيف ذكرك فيني وانت هنيك؟ وكمان يمكن تشوفني بمنامك، وبيوم يمكن اني اقدر اكون جنبك.